من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفيها قراءة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها أو له عشر أمثالها. ومضاعفة الحسنات هذا أمر ثابت، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا هم العبد بحسنة فعملها، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. لم يعملها، هم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوف فضل الله تبارك وتعالى. إذا هم العبد بحسنة، صلاة، صيام، صدقة، بر، إحسان، صلة رحم، أي حسنة، قراءة قرآن، أي حسنة، هميت بحسنة، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب، فإذا عملها كتبت عشر، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت عليه سيئة أو يعفو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. فعلا بعد هذا البيان فعلا لا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة بسبعمائة ضعف، والسيئة قد تكتب وقد لا تكتب، ثم بعد ذلك السيئات تغلب الحسنات. هذا شو مسوي بالدنيا؟ شو مسوي هذا؟ وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: المغبون، يعني الخسران، من غلبت آحاده عشراته. يقول الحسنات بالعشرات، السيئات بالآحاد، والسيئات تغلب الحسنات. معنى هذا ماذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أفرطه على نفسه كثيرا. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، بينما إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، سيئة تكتب حسنة أيضا إذا لم يعمل. لكن جاء التخصيص في قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: فإن تركها من جرائي كتبت حسنة.